يا مالك الملك، يا مالك الملك أبدعتني وأبرمت في الغيب لي كل أمري. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني والعيش مع ذكر الله سبحانه وتعالى، انك تعيش كل يوم بتذكر ربنا تلت ساعة طول ما انت عايش لغاية ما تموت، فيحيي الذكر حياتك وينورها لك كل حياتك. الاحاديث اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم والاحاديث القدسية عن الذكر جميلة قوي. شوفوا مثلا الحديث القدسي الذي يقول: انا جليس من ذكرني، اما تحس بحنان عجيب قوي. شوفوا حديث النبي: انا ما عبدي ان هو ذكرني، حديث قدسي، انا ما عبدي ان هو ذكرني وتحركت بي شفتاه. طول ما دول بيتحركوا ربنا معاك وانت بتذكره. شوفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اي العمل افضل؟ قل لي على اكتر حاجة يحبها ربنا. قال: ان تموت ولسانك رطبا بذكر الله. يا رسول الله، اي العمل انجى من عذاب الله؟ ايه اكتر حاجة تنجي من عذاب الله؟ قال: ذكر الله. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مجموعة من الصحابة جالسين في المسجد، فقال: ما اجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. فقال النبي: الله، تحلفوا بالله ما أجلسكم إلا هذا؟ فقالوا: الله، ما أجلسنا إلا هذا. فقال النبي: إني لا أسألكم تهمة لكم، أنا مش بتهمكم ولا حاجة، ولكن بلغني أن الله يباهي بكم الملائكة لأنكم تذكرونه. الله. ذكر النهاردة ذكر قلناه في أول يوم، لكن حنقوله تاني: لا إله إلا الله. هنعيش النهاردة مع الذكر. أنت تبدأ بالذكر حتى يحتويك الذكر. الذكر يزيد تركيزك فتزيد الذكر، فتفضل دايرة تغذي بعضها. لكن هنعيش النهاردة مع ذكر سيحتويك بكل كيانك. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أن ترى الله في كل شيء، قبل كل شيء وبعد كل شيء ومع كل شيء وفي كل شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، حتى ترى الوجود كله من تجليات الله سبحانه وتعالى. كل النعم اللي في حياتك منه وحده. عرفت يعني إيه لا إله إلا الله؟ أن ترى الله في كل شيء في الوجود وفي حياتك. كل النعم اللي في حياتك منه وحده، كل علم وكل خبرة وكل ذكاء وكل حكمة وكل فلوس وكل نجاح منه إليك، كل تدبير حصل لك في حياتك منه إليك، كل جمال في الكون منه هو وحده. قل اللهم مالك الملك، فهم يعني إيه كل شيء في الكون منه إليك وليس منك إليه. حتى عبادتك أنت بتعبد وتبدأ بإياك نعبد وتنتهي بإياك نستعين، فتكتشف إن لولا إعانته ما كنتش عبدت، فلولا إياك نستعين ما كانش إياك نعبد، فتبدأ من جديد. لا إله إلا الله، املأ بيها قلبك، نور بيها وجدانك. لا إله إلا الله، كل ما تقولها قلبك يستريح، كل ما تقولها تحبه. والله أكتر ذكر يخليك تحس بحب الله هو لا إله إلا الله. قلها يلا من قلبك: لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. يا من يسبح، يا من يسبح بإسمه الملكوت والملك الكبير. نخفي ونعلن والضمير بما قضيته والضمير.
إليك نلجأ ما لنا إلاك أنت لنا النصير. شهد العباد شهد العباد بأنك المولى المدبر القدير. قمة الإيمان وقمة الأدب مع الله إنك تنسب أعمال الخير اللي أنت بتعملها مش لنفسك، ولكن تنسب الفضل إلى الله. فلو تبت، لو تبت إلى الله من ذنب فهو اللي أعانك وهداك ووفقك للتوبة. مش هو بيقول ثم تاب الله عليهم ليتوبوا؟ فالتوبة منه إليك. وإذا صدقت مع الناس فلا ترى الصدق منك بل من الله إليك، إن هو أعانك إنك ما تكذبش وتقول الصدق. وإذا شكرت الله على النعمة فهو اللي وفقك للشكر. فهم طريقة التفكير دي؟ قال موسى يا رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة تستحق الشكر؟ قال يا موسى إذا عرفت ذلك فقد شكرتني. إذا عرفت أن الشكر ده مني إليك أنا اللي أعنتك تقول الحمد لله، قول لا إله إلا الله واملى بيها قلبك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولا أخلع النفس عما جليت، ولا أقطع الحمد أن تراني، ولكنني العبد أن أتيت، وأنت القدير الذي قد براني. لك الحمد، لك الحمد يا من له، يا من له لو قلت لا إله إلا الله من كل قلبك وانت موقن بيها هتتغير حياتك، هتوصل لمنزلة الإحسان. عارف إيه هي منزلة الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا. ليه يحصل كده؟ لأن المعنى الحقيقي لا إله إلا الله إن لا قوي ولا فاعل ولا نافع ولا ضار ولا محي ولا مميت ولا مانع ولا معطي في الكون إلا الله. فتبقى اتحررت من كل ما يحول بينك وبينه، فاتحررت بقى من الخوف والتشتت. يا عم الأعمار بيد الله والرزق بيد الله، هو وبس لا إله إلا الله. فتلاقي نفسك لا ترى في الوجود إلا الله. فيبقى فعلا أن تعبد الله كأنك تراه اللي هو قمة الإيمان والروحانيات. فتتوحد نفسك على الواحد، يا سلام، فيجتمع شمل نفسك بدل التشتت بين عشرات الأسباب. فلان هو اللي قادر على كذا، وفلان وفلان، ومحتاج مش عارف اتذلل لفلان. لا 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 لا، الاسباب كلها مخلوقه. فتحس براحه طمانينه، ويدخل النور لقلبك بدل الضلمه، ويتحول التشتت للم شمل النفس. يا جماعه تعالوا نكمل ونعيش حياتنا بذكر الله. لازم كل يوم تفضل تقول لا اله الا الله، ده ذكر ما يتسابش ابدا، لازم تحافظ عليه طول عمرك. إن شاء الله 100 مرة، 3 دقايق ولا 4 دقايق، بسيطة قوي، بس تقولها بإحساس. جرب إنك تنوي مع ربنا وتعاهد ربنا من النهاردة، أنا هكمل حياتي بذكرك كل يوم
لأنها سهلة وبسيطة وحتملأ قلبي بالنور. واحكي التجربة دي وانشر الفيديوهات دي علشان غيرك يعيش بيها، هتجد حلاوة عجيبة. واحكي لنا إحساسك. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله.